انا كان اخواتي 10، خد بالك انت، وكان والدتي والدي يبقى 12، وكنا كلنا بناكل في حله واحده، توصلك انت. فكان ابويا صاحب قهوه اللي هو الحاج احمد حسنين عاشور، صاحب قهوه يقدر ياكل العشر، يقدر يعيشنا، يقدر يجيب لنا لبس، يقدر يودينا مدارس، يقدر يعلمنا. دي احمد حسنين عاشور، الشهرة مجد عاشور، قهوة الحاج حسنين عاشور، وبعدين بقت بتاعت الحاج احمد حسنين عاشور اللي هو والدي، انما قهوة حسنين عاشور جدي بقى حوالي بتاع مثلا تقول 150 سنة 170 سنة. لا 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 لا، انا شفت قهوة كتير قوي غيرت النشاط في الوقت اللي احنا فيه، اللي فتح بتاع الخضار، واللي فتح تبع المكان اللي هو عاوز يشتغل فيه. انما احنا الحمد لله رب العالمين. بالنسبه للقهوه ان هي تشتغل، الشيشه اهم شيء، الشيشه قهاوي يعني اسمها قهوه عشان الشيشه، انما الشيشه منعتها الحكومه. وانا بالنسبه ان انا معايا رخصه قهوه، مش رخصة بوفيه ولا كافيه ولا كوفي شوب، الرخصة بتاعتي قهوة لا تقول عليها مثلا حوالي 150 سنة 170 سنة. يعني احنا والفيشاوي نفس يعني الفيشاوي برضو عامل قهوة، قهوة الفيشاوي قهوة صح، واحنا قهوة. حاجتي بتاعتي يعني بحب اشم فيها ريحة ابويا، ريحة اخواتي، فيها قهوة. 10 مليم ب 10 مليم 10 مليمات واحد الشاي. يعني كان يجيني واحد يقول لي عاوز اشرب واحد شاي بتعريفة، والقهوة معروفة بثلاث تعريف. كان عندنا الشيشة طنباق ب 15 مليم ثلاث تعريف طنباق. يعني والدي ما كان بيجي يكلمني يقول لي الشيخ محمد رفعت كان بيجي هنا، خد بالك، وشيوخ كتير قوي كانوا يجوا في القهوه. انا هو عاصرت واحد زي الشيخ امام عيسى الله يرحمه ويحسن اليه على طول، ما هو ما فيش مكان، ما هو ما فيش في الوقت ده القهوه دي هي المعروفه. اللي انت تشوفه بقى تلاقيه بوفيه صغير، والله كتير قوي. يعني انا يعني عندك الله يمسيه بالخير ويديله الصحه، عادل امام وسعيد صالح، واخد بالك؟ طبعا عادل امام، عادل امام، امال ايه؟ الله، ده عادل امام كان يعمل المسرحيه ويخلص هو وسعيد صالح وسعيد طرابيك وزهدي صادق، واخد بالك؟ وبعد ما يجوا خلصوا المسرحيه يجوا على هنا على القهوه، بيجوا للقهوه وبيجوا لاحمد فؤاد نجم والشيخ امام عيسى، والشيخ بيقعدوا مع بعضين. الحته دي اسمها شارع حوش ادم، الحته دي حاره حوش ادم. لا لا لا، لما تلاقي اليافطه مكتوب عليها من ايام العصر الفرعوني الكتير. انا رحنا طلبنا صنايعي من عند الشيخ غالي شيخ القهوجية، فجاني راجل رفيع كده ولابس جلابية، واول ما دخل وراح لابس الفوطة بتاعت الشغل اللي هيحط فيها المرجع ويحط فيها الفلوس. فانا بقى معلم ابن الحاج احمد عاشور، الراجل بقول له اعمل كذا كذا كذا، قال لي كل حاجه اعملها لك يا عم. راجل كبير يعني في العصر ده عنده حوالي بتاع 85 سنه او 80 سنه، والله بكلمك جد وكلمه لا اله الا الله، ويمكن 90 سنه. قال لي انا عاوزك تقعد باشا، انت صاحب القهوه، الراجل حلو برضه ولابس جلابيه،
واخبالك ولبس الفوطة وحاطط فوطة بتاعته اللي هو ايه يمسح بيها ايديه حطها ايه في دير الفوطة. والله العظيم والله العظيم والله كنت في الوقت ده بحرق طنباق ومعسل والقهوة شغالة وهو لقيته شعلة شعلة وكلمة لا إله إلا الله شعلة. راجل أنا اتفرجت عليه ما عدلتش عليه. أبويا كان راجل طيب جدا أوي 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 يعني أبويا كان ممكن صدايعي بجاش فما كانش يجيب صنايعي هو يشتغل واخد بالك عشان يوفر لنا لقمة العيش لينا إحنا. ما إحنا إيه 10 وأم وأبويا 12 واخد بالك. فيقول لك زيادة بدل ما أجيب مثلا إيه كيلو لحمة أجيب 2 كيلو لحمة.